تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 4 أغسطس 2020. ربنا يبارك حضراتكم. في البداية آسف مرة تانية أكرر عزائي لأساتذتي وأخواتي الأحباء اللي في لبنان. ربنا يعزيكم على الانفجار أو الانفجارين اللي حصلوا، الضحايا، حاجة حقيقية توجع القلب. فأنا آسف جدا على سماع الأخبار، تعزية، وربنا يبارك حضراتكم. وأتمنى أنه يعني نسمع ايه السبب ونسمع بأي حاجة تعزينا على الألام اللي احنا شاعرين فيها. ربنا يبارك حضراتكم. أكرر هدفي فقط في الخدمة دي، زي ما بقول لحضراتكم، دي مش عشان أقول لكم شوية أخبار. هدف الخدمة دي فقط تذكرة لضعفي أولا، الكلمة بتنرفز كثيرين، ولحضراتكم أيضا باحتياجنا لحياة اليقظة الروحية. ملحوظة برضو، إعلان صغير، أنا آسف، اللي كان طالب مني أنه أرد على بعض الفيديوهات. على سبيل المثال فيديو عالم مسلم يفحم علماء المسيحية، الرد على الفيديو ده ربنا يدبر، اذكروني في صلاتكم. هحاول أنزل يوم الحد الجاي على الفيسبوك واليوتيوب كالعادة، بس صلوا لي، ربنا يبارك في الوقت، لأنا مضغوط جدا في الوقت هذه الأيام، ورغم الضغط في الوقت ولكن حبيتش أزعل حضراتكم، فبرضه هتبقى في خدمة الإجابة على الأسئلة يوم الخميس إن شاء ربنا ودبر، لكن اذكروني في صلاتكم حقيقي محتاجها. أرجع للموضوع بتاعنا مرة تاني. فليه بنادي دايما بحياة الاستعداد؟ أنتوا شايفين العالم بيحصل فيه، العالم بيزداد ظلام، الخطية بتزداد انتشار، وربنا قال أنه قبل مجيئه هيبقى ظلام بهذا المنظر، ولكن في حاجة واحدة هتبقى منورة وسط هذا الظلام. مين؟ ولاد ربنا. أنتم نور العالم. إحنا اللي بنعكس نور المسيح على العالم ده. فالعالم ده أصبح مظلم. فلو تخيلوا زي ما قال المسيح، لو النور اللي فينا أصبح ظلام، فالظلام كم يكون؟ فمحتاجين نعيش حياة الاستعداد، حياة اليقظة الروحية، حياة الاستنارة أو الإنارة. لازم نكون منيرين، ولازم عشان ننير مصابيحنا في هذا العالم المظلم لازم يكون عندنا زيت في مصابيحنا يكفي ان احنا نعبر هذه الظلمة، تبقى مصابيحنا مضاءة لغاية ما يجي العريس. يعني ازاي؟ لازم نكون مستعدين بقوة ايمان عامل بالمحبة، التبشير في هذا الوقت اللي بيحاول يمنعنا عن ان احنا نتكلم، بتنقيط القلب عشان نعمل اللي احنا بنقوله، ثمار الروح القدس والخدمة. ده اللي أقصد أقوله. الضيقة اقتربت، اللي مش هيستعد ليها بزيت كافي ممكن ما يقدرش يعديها، زي الخمس عذارى الجاهلات. أنا عارف أن البعض أحيانا بيتضايق من الخدمة دي وبيقول أنت بتخوف، بتجيب أخبار زي الزفت، أنا آسف التعبير، مفيش حاجة عدلة، الكلام ده كله. لا، يهمني أن أفضل أقول الكلام ده باستمرار وننتبه عن أن أنا يعني أتوقف عشان ما يتقالش عليا كذاب وبنشر إشاعات وبخوف الناس وفي حد ما يكونش واخد باله والعالم لهيفة ما يكونش مستعد. ده اللي يهمني. المسيح قال لنا علامات كتيرة، حروب وأخبار حروب، شايفين حضراتكم العالم كله بيهدد بعض بطريقة ما شفناهاش بالمنظر ده من قبل، زلازل عظيمة حضراتكم شايفين خلاص بقى رقم 6 شبه بنسمعه كل أسبوع، ده عمره ما كان بيحصل في الماضي، لو حتى لو رجعنا 10-12 سنة فاتت قبل 2008. أوبئة اللي قال هتحصل وهتكون كتيرة، مجاعات، وشايفين حضراتكم الخناقة بقيت في أماكن كتير على المية، أو الأعصير بتقود إلى مجاعات، علامات في الشمس، في القمر، نجوم على الأرض، كرب، أمم عايشة تبقى بحيرة بخوف، البحر والأمواج تضج، الأعصير اللي هتتزايد، ودي فعلا بقينا نسمع أرقام قياسية، الناس تبقى خايفة من دايما باستمرار من بكرة، كل ده قبل مجيء ابن الإنسان. وزي ما قال لنا في أعمال الرسل، نار، حرايق، دخان، البراكين، دم، كل ده قبل يوم الرب العظيم الشهير. والحل ايه؟ كل من يدعو باسم الرب يخلص. افتكر ان انت عليك مسؤولية، ودي مش يعني عن رفاهية منك، ده ضرورة موضوع عليك ان انت تبشر. ربنا قال لنا ليه العلامات دي، ولكن كل واحد حسب مقدرته، تبشير بالفعل، التبشير بالقول، التبشير بالكتابة، التبشير بالمساعدة بأشياء مختلفة. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان ما تحصل ما نخافش في زمن حقيقي يخوف من اللي بيحصل. عشان كده أولاد العالم بيكتئبوا وياخدوا أدوية اكتئاب، أولاد ربنا لا، عشان نؤمن في زمن شايفين التشكيك ازداد قد إيه بضراوة بشكل عمره ما حصل قبل كده، ولا حتى في زمن النقدية، ولا حتى في زمن الاضطهاد.
والحاجة التالتة عشان ننتبه ونستعد في زمن العالم فعلا بيتفنن يشغل ولاد ربنا عن حياتهم الروحية. علامات في السماء: الصين تطلق أسرع صاروخ يحمل مركبة للمريخ، وبنشوف تقدم في الحرب الفضائية بشكل ما حصلش وبسرعة مش قادرين حتى نستوعبه. فتاتين من مدرسة ثانوي في الهند اكتشفوا مذنب بيتحرك في اتجاه الأرض، وفوجئوا وكالات الفضاء بالكلام ده لأنهم ما كانوش شايفينه ومش عارفينه. ده من ديلي نيوز. خبر يوضح قد إيه لسه متخبطين: الكون قد يكون أصغر مما يعتقدوا بمقدار 1.2 بليون سنة. ده من نيويورك بوست. ليه خير؟ قاسوا بعض المجرات لقوا ما تنفعش إنه بالتباعد يكون عمر الكون 13.7 أو 13.8، لقيوا أصغر من كده، وده برضو اتنشر في فوكس نيوز. سبب اللخبطة دي في عمر الكون، كل ده لأنهم بيصروا على الرفض الاعتراف إن الكون مخلوق بهذا المنظر وتم توسعه بسرعة شديدة. طبعا زي ما قالنا الكتاب، لا يزال يتزايد معدل تساقط حجار السمائية أو نجوم السماء أو الأجسام الفضائية. يوم 28 يوليو 45 كرة نارية، يعني حجار فضائية كبيرة أو صغيرة بتسقط أو بتعبر وبنشوفها ككرة نارية. يوم 29 يوليو كمان 31 كرة نارية أخرى. يوم 30 يوليو 31 كرة نارية أخرى. يوم 31 يوليو 35 كرة نارية. يوم 1 أغسطس 54 كرة نارية في يوم واحد، ده مش في شهر ولا في سنة. يوم 2 أغسطس 28 كرة نارية، كل ده في أسبوع واحد. الطقس، وحضراتكم شايفين إيه اللي بيحصل في العالم. إحنا بدل ما كنا نسمع عن رقم قياس جديد كل 10 سنين، كل 20 سنة، كل 100 سنة، دلوقتي بينا نسمع عن رقم قياس جديد كل أسبوع. مش بسبب الساتلايت ووسائل الإعلام، طب ما ده موجود من 10 سنين فاتوا، لكن ما كانش بيحصل بهذا المعدل. الحرارة تضرب رقم قياسي في بغداد، وصلت 125 فهرنهايت أو قرب 52 درجة سيليزيوس، ده من ياهو نيوز. أيضا فينيكس تحطم الرقم القياسي لأحر شهر يعبر عليها، ومع ما شافوش حرارة بمثل هذا المنظر قبل كده في شهر يوليو. أيضا باريس تصل إلى 100 فهرنهايت، ولندن أيضا تحطم الأرقام القياسية في ارتفاع الحرارة أكي ويذر، ده في أسبوع مش في 10 سنين. كل الأرقام القياسية دي حصلت في أسبوع واحد. اللي فعلا البحر والأمواج تضج. بهاما وفلوريدا تعاني أمطار غزيرة بسبب إعصار آيزياس. فإعصار آيزياس ده يعني عمل كوارث في البهاما ودخل على أمريكا. يوم الأحد يقترب من أن يكون هيريكين، كان تزايد قوته ومتجه لكارولينا. ده من CNBC. سكوتلاند أيضا تضرب بأمطار غزيرة وأصدروا تحذير. عاصفة برد ثلجي قوي في الصيف تضرب سميث فيلد. ده ماشي في نهاية يوليو في التلج بالمنظر ده. ده مش في شهر ديسمبر ولا يناير، ده مش ماري كريسمس، ده هابي جولاي. حرائق قوية في كاليفورنيا تحرق الآلاف الأفدنة وإجبار على الإخلاء كثيرين، ده من BBC نيوز. الحرائق امتدت إلى 26 ألف فدان ده لغاية امبارح، ومعرفش وصلت كام دلوقتي. كل ده بالإضافة للسيول في كل مكان، اللي في شبه كل مكان. السيول بتحصل في نفس الوقت في الصين، في الهند، أفريقيا زي السودان، انهيار سدود مع بعض، انهيار سد في السودان وسد في اليمن، ده بالإضافة للسد الصيني، كل دول مع بعض. انت بقيت لما تتكلم على السيول بقيت مش بتتكلم عنها في مكان، بيتكلم عنها في حتت كتيرة في العالم. فالعالم مقلوب، الطبيعة مقلوبة، الطبيعة بتاكل سكانها، العالم بينقلب، وللأسف البشرية مشغولة جدا ولا تشعر. أهم حاجة الخناقة على التيك توك والكلام ده كله.
الزلازل ايضا اللي زادت وبشده رجعوا لغايه 2006 وما قبلها برضه بالستلايت وسائل الاعلام ومقياس ريختر اللي في كل مكان، وشوفوا كان بيحصل رقم 6 مقدار قد ايه، يتعدى على الصوابع في السنه مش كل اسبوع مره واكتر. يوم الثلاث اللي فات 46 زلزال في يوم واحد، يوم الاربع 44 زلزال منهم 5.8 من 10 في اليابان، يوم الخميس 43 زلزال، يوم الجمعة 41 زلزال، يوم السبت 41 زلزال منهم 6.4 في الفلبين، 6 في بابا نيوجيني و 5.8 من 10 في بابا نيوجيني وهكذا. وكتير طبعا 5 فما فوق. الأسبوع ده لوحده حصل بـ 95 زلزال قوي في أسبوع، لا متوسط ولا ضعيف، قوي فقط. كل ده في أسبوع واحد. منهم طبعا 6.4 و6 وكتير 5.8 و5.7. مخاوف من إنه الساعة تدق في غرب أمريكا، يعني منطقة كاليفورنيا، لترى زلزال عملاق في صدع سان أندرياس أو غيره. البراكين اللي أيضا زادت ومحدش شاعر بيها ولا بيتكلم عنها، بعد ما كنا نسمع عن 3-4 براكين بتنفجر في السنة قوية، بينا نسمع عن كام بركان في نفس اليوم شغال نشط. يوم 29 يوليو متابعة لنشاط 8 براكين قوية في نفس اليوم. أيضا انفجار بركان في إيطاليا بعنف وطلع دخان كتير، ده من أكي ويذر. يوم 30 يوليو متابعة لنشاط 8 براكين قوية. أيضا 3 أغسطس متابعة لنشاط 9 براكين قوية. ملخص البراكين النشطة ده من فولكينو ديسكفري يوم الحد اللي فات، كل دول مستمرين. الصورة دي بعرضها لحضراتكم باستمرار، ده حاجة بقت شبه متصلة، الأرض باستمرار بقت تطلع دخان بهذا المعدل. طيب أرجو أن محدش يسبب لحضراتكم تشتيت على التكست من اللي بيتقال. موت الكائنات الجماعي اللي تزايد أيضا. يوم 10 يوليو موت 60,000 من الأسماك، يعني بنتكلم على عشرات الأطنان إن لم يكن مئات، اللي بينا خلاص نسمع كل أسبوع السمك بيموت بالمئات بطريقة توصف إنها لم ترى من قبل في كاليفورنيا، ده من سيف جيت. فبيقولوا البكتيريا قتلت 60,000 أسماك في كاليفورنيا. نفس اليوم موت الالاف من الاسماك في بحيره في كانساس في امريكا. يوم 13 يوليو موت كم كبير من الاسماك في بحيره مين في امريكا. الاوبئه، وطبعا حضراتكم عارفين اللي حصل ايه، ومستر كوفيد اللي الناس خلاص، بعض الناس بدأت تمل، بعض الناس بدأت ترخي، بعض الناس خلاص لازم تتعايش، ولكن الكوفيد مش فارق معاه ومكمل. أكتر من 30,000 أمريكي تطوعوا لاختبار التطعيم الجديد بتاع الكوفيد اللي هو الاسمه mRNA 1273 فاكسين. ف30,000 اتطوعوا لهذا الفاكسين في الترايل بتاعته. الفاكسين ده تم اختباره مش في سنوات، مش في 4-5 سنين، ده المرحلة الأولى والتانية تم اختباره في أسابيع. أمل الناس، هم الناس خلاص عارف فعلا الإعلام والأثوريتيز في العالم، بداية من مستر طبعا تدرس بتاع الـ WHO الأثيوبي وغيره، عارفوا يخلي الناس إن أملها الوحيد هو ايه؟ الفاكسين بتاع الكوفيد. وقالوا لهم ما تقلقوش، التجارب الأولانية إيجابية. انتوا عارفين في كام فاكسين بيتسابقوا عليه علشان يجنوا البلايين اللي يعرف يطلع؟ ده إن لم يكن مليارات. في 164 نوع تطعيم بيتم تطويرهم حاليا في سباق. منهم 139 في المرحلة البري كلينيكال اللي حضر معايا الموضوع اللي عملناه من 6 ايام فاتوا، اللي هو تعليق على كوفيد 19 واجابه اسئله التطعيم وعلاقته بالشريحه الذكيه،
تقدروا ترجعوا لقناة اليوتيوب اللي عايز يسمع الموضوع ده وقصة التطعيم معمولة ازاي والكارثة بتاعته. ولم يجرب من 164 إلا 34 فقط بدأوا يتجربوا على البشر، منهم 18 في فيز 1 و11 في فيز 2 وخمسة وصلوا الفيز 3. ده آخر حاجة من يومين ثلاثة، معرفش طبعا الأرقام بتتغير كل يوم. ده من نيو ساينتست. من هو اللي في المقدمة في الفاكسينات؟ مش عايز أقول كلمة للأسف، ولكن عشان ما حدش يفهمني خطأ، لأن أنا مش ضد التطعيمات، لكن محتاجين نتأكد أكتر من كده. هو التطعيم بتاع أوكسفورد اللي هو CHADOX أو أوكسفورد 1 NCOV 19 فاكسين اللي من جامعة أوكسفورد، ومع بالتعاون مع شركة الأدوية الشهيرة أسترازينيكا. مين اللي وراء التاني اللي هو mRNA 1273 اللي هو موديرنا؟ وطبعا مين معاها؟ شركة موديرنا مع مين؟ مع المؤسسة بتاعة دكتور فاوتشي إياه الشهير للحساسية والأوبئة مع بعض. يعني المؤسسة بتاعة فاوتشي وجامعة أوكسفورد مع أسترازينيكا أو غيرهم، الفاكسينات دولة هتكسبهم البلايين إن لم يكن المليارات. هيدروكسيكلوروكوين إيه بس اللي هيكسبهم 3-4 دولار؟ خلينا في المليارات، نسيب المليارات ونخلينا في الثلاثة أربعة دولار برضو. والتالت اللي وراهم اللي هو كان سينو اللي هو الصين الكندي، كان سينو بايولوجيكس اللي هو اشتراك ما بين كندا والصين. الرابع اللي هو بايو ان تيك الألمانية مع فايزر الأمريكية. يا ريت تسمعوا الموضوع بتاع التعليق على كوفيد 19 وإجابة أسئلة التطعيم وعلاقته بالشريحة الذكية اللي بحذر من أضراره لو لم يدرس جيدا. أنا مش ضد التطعيمات دي، أنا ضد إن هي ما تدرسش كويس عشان نعرف مين اللي يقدر يتحمله ومين ما يقدرش. أنا كل ده اللي بقوله، لكن آدي اللي عملوه. خبر في رأيي كارثي يضاف لكل الكوارث اللي فاتت. شركات الأدوية الكبرى الشلة دي كلهم اللي حضراتكم شايفينها لن تحاسب لو ظهر أعراض جانبية فيما بعد من تطعيم كوفيد، سبب مشاكل في جهاز المناعة، أوتو أميون ديزيز، غير الجينات الوراثية للإنسان، واتفر عمل إيه. اوعى حد يروح يكلم شركات الأدوية دي، انتم مستعجلين وعايزين فاكسين للكوفيد، اتفضلوا هتدونا فيه ايوه المليارات وماله، بس محدش يحاسبنا. ده من Russian Today. Big Pharma firm will not be held accountable for side effects of COVID vaccine. قاد الخبر قدام حضراتكم من RT News. ايه رأيكم؟ يعني كابتن فاوتشي بالمؤسسة اللي بيشترك مع موديرنا، لو طلع الفاكسين بتاع كابتن فاوتشي اللي واقف ضد الهيدروكسيكلوروكوين بس عشان التطعيم، لو التطعيم لا سمح الله عمل اضرار، اوعى حد يقدر يكلم فاوتشي. تطعيم بتكنولوجيا جديده لن يجرب جيدا، هيتقدم للعالم، ولن يعاقب احد لو اتضح ان هو سبب كوارث بسبب التكنولوجيا الجديده اللي مصرين على استخدامه فيها فيما بعد. طبعا بعد العناد واللي هم واقفين ضد الهيدروكسيكلوروكوين بهذا المنظر، يا راجل هيدروكسيكلوروكوين ايه؟ هنكسب فيه كام؟ هيدروكسيكلوروكوين كورس العلاجي في اغلى حته ب 15-20 دولار، هيكسبنا كام دولار؟ لا، خلينا في التطعيمات اللي تكسب البلايين. فبعد ما واقفين ضد الهيدروكسيكلوروكوين اللي حقق فعلا نتائج، ما فضلش عندنا في علاج الكوفيد غير الدكساميسازون، وايضا البعض بيستخدم الراماديزيفير مع ملاحظه ان هو طبعا حقن وغالي وما يتوفرش غير في المستشفيات. يعني برضو الناس مش هيبقى عندها امل غير التطعيم. ده من نيو ساينتست. سمعتوا دراسه واحده اتكلمت على فيتامين سي؟ طبعا البعض هيقول عليا يا عبيط، انا اسمع ليش اعتبروني عبيط. ليه ما فيش دراسة واحدة اتكلمت على الفيتامين سي وبيعالج بنسبة قد ايه؟ ولا يطرع علشان فيتامين سي ده بملاليم او بسنتات؟
لا ده ما يدرسش، صح؟ مش حاجة غريبة؟ حد طبق البروتوكول بتاع الهيدروكسيكلوروكوين مع فيتامين سي مع فيتامين دي مع زنك؟ لا ده كله هيكلف كام؟ ملاليم؟ لا يا راجل، احنا عايزين الحاجات بالمليارات. anyway ما علينا. دراسة توضح ان الاطفال رغم انهم لا يظهر عليهم الاعراض زي الكبار، يعني النسبة بتكون اقل، الا ان بعض الاطفال بتتبهدل وتموت، الا انهم لقيوا حاجة غريبة في الاطفال، ان عادة يحملوا الفيروس بتركيز اعلى من الكبار. ايه رأي حضراتكم؟ وده كارثة. كيف الاخ الكبير اللي ممكن تكون مناعته كويسه او طفل يكون مناعته كويسه ويكون كارير، يلاقوا تركيز الفيروس في الجهاز التنفسي في الطفل اللي ما ظهرتش اعراض لان هو بس حامل للمرض كارير، يلاقوا تركيز الفيروس اعلى من الادلت. اللي بيتكلم على الاعراض الجانبيه للهيدروكسيكلوروكوين محدش اتكلم عليه. ليه؟ لان احنا عندنا المرضى بتوع الروماتويد ارثرايتس بيستخدموا الهيدروكسيكلوروكوين لسنين مش لخمس ايام. الكورس العلاجي للهيدروكسيكلوروكوين للكوفيد 5 لـ7 ايام بس. نفس الهيدروكسيكلوروكوين اللي قالك لا مش هنستخدمه في الكوفيد عشان ما يموتش بيستخدم في الروماتويد ارثرايتس لسنين وما بيموتش. ما علينا، ما نكتفي عند هذا القدر اللي بيسأل على الموضوع ده. عرض آخر يضاف للكوفيد أو يعني سيمتوم، عرض أو يعني اللي هو سيمتوم آخر يضاف للكوفيد أو مشكلة من اللي بيسببها، إنه بيسبب مشاكل في حاسة السمع، مش بس الـ 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 الشم والتذوق، ده كمان طلع السمع. الكوفيد فعلا واضح إن من أنواعه بيضرب CNS أو سنترال أو بريفرال أو بيأثر عليها. بل اتضح انه كمان يسبب ده بدون ما يظهر اعراض اخرى، يعني ممكن شخص ما تظهرش عليه اي اعراض ان هو مصاب بالكوفيد فيما عدا ان هو يفقد حاسة السمع او يفقد حاسة الشم. انا مش بهرج، ده اللي يقوله العلماء. فجأة شخص يبطل يسمع او يسمع السمع بتاعه يضعف جدا، ما يعرفوش في ايه، حللوه عنده كوفيد. الفيروس ده فيه ايه؟ اتعمل فيه ايه الفيروس ده؟ ايضا يتضح، وركزوا في الخبر الجاي ده، ايه من ضمن الحاجات اللي ممكن يعملها الكوفيد 19؟ ديابيتس، مرض السكر. ايه رأي حضراتكم؟ ده على فكرة تكلموا عليه علماء كتير، وبل بعض المسؤولين في كندا وهكذا تكلموا على هذا الامر. اوبس، مش بس ان هو سارس كوف 2 كمرض اللي بيتسبب بكوفيد 19 الفيروس يسبب النمونيا الالتهاب الرئوي ويسبب فشل كلوي ويسبب جلطات في الدم ويسبب الاريزميا والهارت اتاك ضرب الازمات القلبيه ده كمان، ومشاكل السي ان اس حاسه الشم والسمع والتذوق وهكذا ده كمان، وبالنسبه لبعض الاطفال بيسبب كوازاكي سندروم ده كمان بسبب الديابيتس. ايه رأي حضراتكم؟ اهو الخبر قدامكم والدراسة اهي. طب البعض يمكن ما عندهوش خبرة فيفهم ازاي، لانه وضحت الدراسات انه قادر على ضرب خلايا كفيروس، يقدر يضرب خلايا انتاج الانسولين في البنكرياس، ده من مجلة نيتشر، او ركزوا في اللي انا هقوله لحضراتكم، بيعمل تريجرينج لايه؟ للمناعه. ركز معايا، ان المناعه تهاجم البيتا سيلز الخلايا اللي موجوده في البنكرياس بتاعه انتاج الانسولين. يعني الفيروس يدخل في البنكرياس او واتيفر فيخلي المناعه تهاجم خلايا بيتا سيلز في البنكرياس، فيتحول الإنسان من عادي لدور واحد بسيط حمى ولا واتيفر أو من غيرها، بعدها بيومين ثلاثة يبقى مريض سكر محتاج حقن إنسولين.
الكلام ده حضراتكم هتستعجبوا ان الكلام ده اعترفوا بيه. عارفين ليه؟ الكلام ده لما قلناه زمان على بعض الفيروسات قادرة انها تصيب الشخص بالسكر بالدايابيتس، مثل انواع تطعيمات بتتاخد في مصر في سن 12 سنة، وتلاقي حبيب قلبي الطفل او الصبي في سن 12 سنة فجأة بإيه؟ سكر، بيعتمد على الانسولين بعد حقن التطعيم بعدها بثلاث ايام. قلنا الكلام ده، وايضا قلنا فيروسات مضاعفة في التطعيمات بتهيج جهاز المناعة فيعمل نفس الكارثة. اتقال لنا الكلام ده غلط يا متخلفين يلي 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 يلي. النهاردة هم من اللي قالوا الكلام ده في مجلة نيتشر. ايه رأي حضراتكم؟ اتقال الشيء وعكسه. فاكرين في شهر مارس وابريل فاوتشي وتريسا بام بتاعت كندا وبتاع منظمة الصحة وغيره وغيره وغيره، لما كانوا بيقولوا ما تلبسوش الماسكات دي سيبوها للدكاترة، انتوا الماسكات مش ملهاش دور بل ممكن تضر، دلوقتي بقت إجبارية. اللي كان بيقول لا لازم تلبسوا الماسكات في وقتها كان بيتقال عليه متخلف، بينشر إشاعات وبيخوف الناس، وأنا واحد منهم اتقال لي الكلام ده. دلوقتي بقت ضرورية الماسكات وبيقول عنها دي كومن سنس. واو، دلوقتي بقت كومن سنس؟ ليه؟ وانت ما كانش عندكم كومن سنس في شهر ابريل؟ واللي كان بي زي حالاتي مع الموظفين اللي عندي كنت بقول لهم لازم تلبسوا ماسكات كان بيتقالوا له يا بتاع الإشاعات يا اللي بتخوف الناس بتنشر البانيك، دلوقتي بقى كومن سنس. ما علينا. طبعا حبيب القلب تدرس بتاع منظمة الصحة العالمية اللي لبس العلم في الحيطة، لأنه التلميذ أو الصبي المدلل لشي جين بين بتاع الصين بيقول لنا التالي: تتوقع إصابة مطولة من الكورونا. فين الكلام ده يا حاج لما في شهر يناير وفبراير؟ ده من ياهو نيوز. إصابة مطولة من الكورونا بعد ما دخلت العالم في كارثة. أستراليا للأسف تعود للإغلاق مرة تانية بسبب الكورونا، والأستراليا دي للأسف كان مثال للدولة اللي عرفت تتحكم، لكن لا، اتضربت وبشدة رغم الإجراءات القوية اللي بتاخدها. بل المرة دي كمان أستراليا مش بس إغلاق، لكمان حظر تجول. ده من الجارديان. فيكتوريا في أستراليا تعلن حالة الطوارئ بعد تزايد شديد في الحالات. انتشار الكورونا فيروس في حيوان المنك في أوروبا، ويتضح أنه ممكن يتنقل من الحيوانات للبشر. ولسه كابتن تدرس بتاع منظمة الصحة العالمية بيجادل ويقول لا ما يتنقلش من الحيوانات. يا عم بيتنقل. لا، يبقى بيتنقل بمقدار محدود جدا. هو احنا هنفاصل زي ما كنت بتكذب علينا زمان في 2013 سد النهضة ده بتاع شوية كهربا بسيطة، لسه هتكذب؟ حتى الآن تدرس بيكذب. العلماء بيقولوا حلاق الشعر الهير دريسرز قد يكون بدون معرفة بينقلوا فيروس كوفيد، لأنه ما بيقدروش يستخدموا أساليب الوقاية بطريقة سليمة، لأنه أثناء قص الشعر وغسل الشعر والشامبو والكلام ده كله لازم ينقلوا المرض. الدراسة أثبتت الكلام ده. ففي خطورة مع موضوع الحلاقين أو اللي هي الحلاقات اسمها إيه مش عارف، اللي هي الكوافيرات، أنا آسف بدور كنت على الكلمة العربي معلش. ملايين من فوق سن 50 سنة قد يطلب منهم انهم يقعدوا في البيوت في انجلترا، عشان بيحاولوا لو عملوا الموضوع ده انجلترا ما تضطرش تغلق الدولة مرة تانية بالكامل. ده من سكاي نيوز. سنغافورة اللي كانت مضرب المثل برضو للأسف زيها زي استراليا وغيره ابتدى ينتشر وبشدة، وستجبر المسافرين على ارتداء علامات إلكترونية عشان تجبرهم على الحجر الصحي. لو نزلت سنغافورة حيلبسوك الإسورة دي ولازم تدخل في حجر صحي لمدة 14 يوم وحيفضلوا متابعينك بالكامل. ده من وكالة رويترز. لكن طبعا مش عند حضراتكم عارفين ان احنا بقينا دلوقتي كل يومين بمليون زيادة بيتصاب بالكوفيد، تعدينا داخلين على 19 مليون،
ولابسين في الحيطة لابسين في الحيطة خلاص من الكوفيد، ما علينا. لكن مش الوحيد، في إصابات كتيرة شغالة، حمالاسة وغيره وغيره بتضرب، لكن طبعا الكوفيد هو في الصدارة. انتشار السلمونيلا يمرض المئات عبر 30 دولة. انتشار ديدان بكثرة في سان أنطونيو، قد تحمل مرض طفيلي للرئة. أخبار الحروب، الصين تطلق ساتلايت جديد عشان تحسن من قدرتها على المسح ووضع خرائط وفي الجي بي اس، وبالطريقة دي تصبح الصين شبه أكملت نظام الفحص الفضائي. الصين تقدر تتجسس على العالم كله من الفضاء. يعني الصين لو عايزة تراقبك انت بتروح فين وبتعمل ايه، ويعني الاسلوب بتاعك ايه واسلوب حياتك ايه، الصين تبقى عارفاه بالكامل. والكلام ده مش بس بيرصدوه، ده بيحللوه كمان. ده من Russian Today. ايضا الصين لها قدرة على ان هي تسيح محطات الكهرباء الامريكية عن طريق القنابل الكهرومغناطيسية الحديثة اللي طورتها. كيم جون اون يقول اسلحتنا النووية هي اللي بتضمن سلامتنا. وتقرير يوضح ان غالبا فعلا للأسف كوريا الشمالية طورت رؤوس نووية مصغرة مناسبة للصواريخ البلاستية. ده من Russian Today. فالشاب ده اللي دمر دولته، اللي عايش شعبه في فقر شديد، اللي قافل تماما عن الدولة بقبضة حديدية، بيلعب بالصواريخ الذرية زي شاب بيلعب بالأتاري، وكمان طوروها بحيث ان هي تركب على الصواريخ اللي هي متوسطة المدى. ترامب يقول أمريكا لن تحمي ألمانيا طالما ألمانيا مصرة ان هي تفضل تدفع بلايين من الطاقة للطاقة الروسية. يعني ألمانيا لسه مصرة ان هي تقوي علاقاتها مع روسيا. ده من Russian Today. على فكرة ميركل، معرفش يعني اقول ايه وانا اسف، ما اقصدش حاجة ولا مش عايز اضايق حد يعني من الشعب الالماني او يعني بيشجع ميركل، ولكن ميركل بالمنظر ده هتلبس مش بس المانيا، هتلبس الاتحاد الاوروبي في الحيطة. فالمانيا ميركل ترد وتقول ان امريكا بتضعف من حزب الناتو وبتضرب نفسها في القدم لأنها سحبت الـ 12,000 من القوات الأمريكية من ألمانيا. ده من Russian Today. لكن مش عايز تدفع مليين، فألمانيا تدفع البلايين لروسيا لكن مش عايزة تدفع حاجة للاتحاد الأوروبي، وهي لسه كل اللي بتدفعه 2%. الاتحاد الأوروبي يستهدف شركات تابعة للمخابرات الروسية والصينية وكوريا الشمالية. ده من Russian Today. فالعالم كله بيتجسس على بعض. فرنسا تزود الانفاق على قواتها الفضائية، فمش بس امريكا والصين وايضا روسيا، ده كمان فرنسا داخلة في اللعبة الفضائية لتتصدى لأي تحركات غير صديقة من روسيا او الصين. فرنسا ترسل اول سرب طائرات رافال للهند في تصاعد حدة الموقف ما بين الهند والصين. ده من Russian Today. بالفعل الهند لما استلمت الوصول السربي الجديد اللي جاي لها من فرنسا استخدمته كتهديد للصين او كتحذير للصين. ايران تعلن انها نجحت في اطلاق صواريخ من اعماق في الارض في التدريب في اللي هو لعبة البحر اللي هو جولف وار جيم. ايضا القائد الايراني يقول ان ايران لن تتوقف في اللي هو عن انتاج الصواريخ البلاستيه والبرامج النوويه برغم الضغط الامريكي على ايران. ده من Russian Today. يعني مش مهم يخسروا اقتصاد، مش مهم الشعب يجوع، مش مهم، المهم هيفضلوا ينتجوا البلاستيك ميسلز والنيوكلير ميسلز. ايضا خمائني يرفض الحديث مع أمريكا عن الصواريخ الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني. إسرائيل ترد على التهديدات الإيرانية. إيران اللي قاعدة تقول لها هنحرر أورشليم، فإسرائيل قالت لهم هنحرر طهران قبل ما انتوا تحرروا أورشليم.
لبنان تحذر عن اللي بيحصل ما بين حزب الله وإسرائيل من خلافات. طبعا الخبر اللي حصل النهاردة، وأنا آسف عليه مرة تانية، عزائي الشديد جدا لإخواتي الأحباء في لبنان. الصباح أو النهاردة من شوية صغيرة، من بضعة ساعات، سمعنا عن خبر انفجار بشع في بيروت لبنان في الميناء، مات فيه على الأقل 10 أشخاص، وقد يكون الكثير جدا. ده كان الانفجار الأولاني على فكرة اللي سمعت عنه، ده من جلوبال نيوز. ولكن بعدها سمعت انه حصل انفجار اقوى، وشكوك انه يكون يعني تعدى الجرحى وقد يكونوا الاف، وعدد التضحيات ما نعرفش، اكيد هيكونوا بالعشرات ان لم يكونوا بالمئات. يعني ربنا حقيقي يعزي اسرهم ويصبر الشعب اللبناني المحبوب جدا على الكارثة دي. وشكوك ان يكون ده انفجار مخزن اسلحة لحزب الله، وكلام غريب بدأ يحصل. فمخزن الأسلحة اللي موجود في الميناء في بيروت، المخزن ده انفجر، وفي أسلحة غريبة قد تكون أسلحة نووية لأن عمل ما يشبه المشروم، أو قد تكون في أسلحة شديدة الانفجار جدا، لأنه الانفجار اللي حصل وخاصة الانفجار الثاني يشبه، حتى شبهوه بعض المسؤولين اللبنانيين بما حدث في هيروشيما بس على مصغر. ده يعني قوة الانفجار اتسمع على بعد 100 كيلو، يعني بتتكلم على حاجة كده ما بين نص المسافة ما بين القاهرة، أو يعني أكتر من نص المسافة ما بين القاهرة واسكندرية. والبعض بدأ يتساءل مباشرة، هل ده خطأ فأدى الانفجار مخزن الأسلحة، أم تكميل لسلسلة التفجيرات للأسلحة النووية والأسلحة الإيرانية زي الانفجارات اللي حصلت في إيران؟ لغاية دلوقتي محدش عارف، هنصبر ونشوف. ولكن مين وايل حقيقي ربنا يعزي الشعب اللبناني الحبيب. أكرر مرة تانية، بالونات تحمل مواد حارقة ومتفجرة تسقط في جنوب إسرائيل. فاللي بيستخدموه الحزب الله ان هم يجيبوا بالونات يملوها هيليوم ويحطوا فيها مواد متفجره ويسيبوها تتجه في اتجاه اسرائيل. اسرائيل تضرب مواقع لحماس كالعاده في غزه بعد ما حماس اطلقت صواريخ على اسرائيل. رفع العلم الاسرائيلي اول مره منذ سنه 1967 فوق جبل الهيكل، وطبعا ده نرفز دول كتيره بما فيهم الأردن. المظاهرات في أمريكا للأسف، وخاصة اللي بيشعل فيها الديمقراطيين، فالمتظاهرين في أمريكا يحرقوا الكتاب المقدس وعلم أمريكا. ليه؟ ده من نيويورك بوست. ممكن تقول المتظاهرين دول اللي بيدعوا للحرية يحرقوا الكتاب المقدس ليه؟ اللي ما شفت واحد فيهم حرق كتاب داروين The Origin of Species اللي كان بيتكلم عليهم ان هم زي القرود، أنا آسف في التعبير. ليه بيحرقوا الكتاب المقدس اللي نادوا ان هم يكونوا اخوة، ان كل يكون واحد، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر؟ مش معنى هو ايه الموضوع بالظبط؟ ليه يحرقوا علم دولتهم ويحرقوا الكتاب المقدس معاه؟ ليه؟ مش دي حاجة تثير التساؤل؟ وأيضا تساؤل آخر بتنشره لنا نيويورك بوست، ليه الكثير من الأمريكان بيشتروا مخابئ شخصية عشان يستخبوا فيها؟ personal bunkers. الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد القناع اللي هو عملوه إجباري في بعض المناطق، ومعايير وقف الكوفيد اللي كانت للأسف سيئة في ألمانيا. ده من Russian Today. إصابة 18 شرطي ألماني في صدام مع المتظاهرين في برلين، ده من Russian Today. أخبار عامة، تطوير ذكاء صناعي اللي هو Artificial Intelligence قادر على تشخيص سرطان البروستاتا بما يقرب من الدقة في تقدم طبي، Breakthrough. تطوير آب جديد على السيلفون يخبر الشخص متى تعرض للكوفيد، يعني يقول لك ان انت تعرضت للكوفيد ومصاب ولا لا،
العلماء يبدأوا في بناء أكبر مفاعل جزيئات في العالم. نيوكليار فيوجن ده من الجارديان. ربنا يستر. الإمارات تصبح أول دولة عربية بها طاقة نووية بعد تشغيل المفاعل النووي الجديد بتاعهم. ده من راشن توداي. وسائل التواصل الاجتماعي تحارب ترامب فتحذف فيديوهات لي وتمنع ابنه من الكتابة عليها لفترة. هذه مواقع التواصل الاجتماعي الغير محايدة. دراسة أيضا توضح أنه معلوماتك، حط ده في ذهنك، مش بس فقط بتأخذ أوريدي من تليفونك وافقت ما وافقتش، بل أيضا تستخدم أوريدي وبالفعل ومن الآن لتقييمك. يحطولك سكور، تتعرف انت ايه، الهابيز بتاعتك ايه، كلامك ايه، فكرك ايه، طبيعتك ايه، ويديلك سكور وتبقى انت معروف في انه شلة. هذا اللي بيحصل. طبعا هل اي حد حصل على موافقتك؟ لا، هو كيرس، فيش حاجة اسمها خصوصية ولا موافقة. محاولة لإيجاد بديل للفيسبوك اللي بقي متطرف جدا، ولتويتر لانه اصبحوا ضد المسيحيين، فإيجاد موقع جديد يسمى USA Life لو حضراتكم تحبوا تشتركوا عليه. أنا كنت بفكر فعلا أشترك فيه بعد ما الفيسبوك بيحاول ياخد معلومات شخصية غريبة الأيام دي. البرلمان التركي يوافق على قانون يدي للفيسبوك وتويتر 48 ساعة بس لإزالة اللي تعتبره تركيا محتويات مسيئة لأردوغان والدولة، وإلا يقطعوا المواقع دي، وده كتير يعتبروه ضد حرية التعبير. ده من راشن توداي. مجلة تركيا تطالب بإعادة الخلافة العثمانية. ده هدف أردوغان، أن يبقى الخليفة العثماني. ده من راشن توداي. أردوغان يحاول أن يتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي مرة تانية، وده يثير النقد الشديد. علماء أثار في إسرائيل يكتشفوا أثر أكتر أو اكتشاف أثر كبير من أيام حزقية الملك ومنسة، يؤكد بالضبط التاريخ الكتابي لشعب إسرائيل في هذه المنطقة، وده يعتبروا بعض اليهود إثبات أكتر على إنهاء حق فلسطين في الأرض، لأنها تاريخيا بيقول إنها أصبحت مثبتة للإسرائيليين. أيضا يتم السماح لليهود إنهم يذهبوا لتيار المياه في جبل الهيكل، وده يقربهم أكتر وبيأحلمهم من خدمات الهيكل وبناء الهيكل الثالث. عودة الكثير من اليهود إلى إسرائيل لدرجة أنه الحكومة قلقة أنها ما تقدرش تستوعب كل اليهود اللي جايين من شتات العالم وبيتجمعوا في إسرائيل. الكتاب المقدس لما قال ألمهم من شتات العالم، زي النبوات اللي بتتكلم على قبل المجيء اليوم الرب العظيم الشهير، فعلا بتحصل قدام عينينا، واليهود بيرجعوا من كل مكان لإسرائيل. أخبار اقتصادية، فيزا تعلن خطة عالمية عشان تقدر تدفع الفيزا بتاعتك بالعملات الإلكترونية، وستتقبل العملات الإلكترونية الكبيرة زي البيتكوين وغيرها. أسعار الذهب والفضة تقفز إلى السماء مع تزايد الاضطرابات الاقتصادية. الذهب وصل لسعر عمره ما شافه قبل كده، حاجة 85 دولار، أو آسف 65 أو 70 دولار، ده بالهوا بالأونس. قرب 50% من الوظائف في أمريكا اللي فقدت بسبب الكوفيد قد تكون فقدت بطريقة مستديمة، يعني مش هترجع تاني permanently. أمريكا ترى مشاكل اقتصادية بمعدل لم ترى من قبل، ولكن البعض بيتوقع انه، او بدأت اشارات توضح انه معدل البطالة هيبتدي ينخفض مرة تانية، رغم كل اللي بيحصل، الا انه مع مجهودات او المحاولات اللي بيعملها ترامب والريليف باكج والكلام ده كله هتحسن البطالة.
أيضا أوروبا وبخاصة السويد تعاني من مشاكل اقتصادية قوية بسبب الكوفيد. مسؤول احتياطي فيدرالي يقول أمريكا تحتاج إغلاق ثاني لتنقذ الاقتصاد. اضطهاد المسيحيين اللي طبعا متزايد حوالين العالم وحضراتكم بتشوفوا ده في كل مكان بقي. إعدام 5 مسيحيين على يد الإرهابيين المسلمين في نيجيريا اللي بالظبط بيقلدوا رسولهم. فاستشهد لنا 5 إخوات مسيحيين في نيجيريا جداد بالإضافة للمئات اللي قبل كده السنة دي بس. 6 عائلات مسيحية هندية يتعرضوا للاضطهاد من الهندوس وإجبار من الشرطة إنه يا إما يتركوا إيمانهم أو يغادروا القرية خلال شهر. ده الشرطة اللي بتعمل فيهم كده. أيضا الشرطة الصينية تستمر في مداهمة الكنائس عبر الدولة وتأمر المسيحيين إنه لازم يتخلوا عن إيمانهم المسيحي. يؤمنوا في مين؟ يؤمنوا في كابتن شي جين بين. قانون عقاب الكراهية الجديد في اسكتلند طبعا يتحط تحت شعار الكراهية، لكن هو اكشوالي هدفه استهداف المسيحية او حرية التعبير او القضاء على حرية التعبير المسيحية. تتشتم كمسيحي حرية، تتكلم وتقول مثلا الشذوذ خطية كراهية تتعاقب. فيسبوك يمنع فيديوهات الخدمات المسيحية ليه؟ أصلها كراهية لأنها بتدعي لعلاج الشواذ. طبعا ده أشد الكراهية إن أنت تقول للشاذ إن في حل تقدر تتعالج إزاي. أيضا تويتر باستمرار يحذف رسائل مسيحية بإدعاء إن بها محتويات حساسة. طبعا أنت لما تتكلم على إيمانك المسيحي ده حاجة صعبة محدش يتحملها، أصل هم يا حرام قلبهم رهيف، لكن طبعا يشتموك بأوسخ الألفاظ ده ما فيهاش حساسية. اسمه USA Life اللي بيسأل أستاذ جافانا أو أستاذة الموقع الجديد البديل للفيسبوك اسمه USA Life USA.life. القس جون ماكارثر الشهير قد يواجه غرامة أو يتقبض عليه لأنه أقام خدمة مسيحية في الكنيسة، وانتوا عارفين ازاي ان المحافظين الديمقراطيين هي بس فرصة يقدروا يمسكوها على المسيحيين من الحاكم جوفرنر جيفن اللي عايز بأي شكل يقفل الكنائس. قفل الجوامع لا مش مهم، منع المظاهرات لا مش مهم، لكن هي بس المهم الكنائس تتقفل. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا. معبد الشيطان يقدم منح لخريجي الثانوي الطلبة اللي يأيدون الأجندة الشيطانية بتاعته. إيه رأيكم؟ طبعا لو الكنيسة حابه تعمل الكلام ده تترفض. بولندا ستستقيل من الاتفاقية الأوروبية عن العنف ضد النساء. ليه؟ لأن أصلا الاتفاقية دي تشمل ضرورة أن لازم بولندا تعلم الأطفال الشذوذ في أوروبا. آدي الاتفاقية دي ادوها غلاف كذاب كالعادة، شعارات كاذبة زي فكرة الشيطان باستمرار. العنف ضد النساء، رفض العنف ضد النساء، وتيجي تشوف الديتيل تلاقي ان الكلام عن تعليم الشذوذ للاطفال. عشان كده ده اللي بيحصل، وكالعاده دايما بنبه الهدف هو الولاد الصغيرين الجيل الجديد، فخلي بالكم منهم. محتاجين نتكلم معاهم، ومحتاجين نصلي لاجلنا ولاجلهم، محتاجين نستعد، محتاجين نبقى مصابيح مضاءه ليهم عشان انتظار العريس. ربنا يبارك حضراتكم، مش عايز اطول اكتر من كده، لكن ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش، زي ما قال لنا معلمنا بطرس الرسول اما خوفهم فلا تخافوا بل نؤمن. في زمن حضراتكم شايفين زاد التشكيك جدا ازاي، وعشان نستعد وننتبه في زمن العالم بيتفنن يشغلنا بكل اللي بيحصل. عريسنا قرب، اصنعوا الثمار تليق بالتوبة، استعدوا لاستقبال العريس. وعزائي مرة أخرى لإخوات الأحباء في لبنان، ربنا يعز قلوبكم يعدي الكارثة الكبيرة دي على خير يا رب، وربنا يبارك حضراتكم، والمجد لله دائما.